أنا إنسانة أكره الأطفال، أكيد فيني خلل يا عمري أنت. لا ما أقدر أقول لك إن في خلل فيك، أقدر أقول لك إن هذا اللي يقول أنا ما أحب، مستحيل مستحيل هذا يطيح طيحة يبدأ يحب عكس مكان يكره. أي حد يقول لك أنا لا ما أحب، لا مستحيل آخذ واحد، مستحيل أجيب عيال، هذا سبحان الله يجيب ويعطي ويغدق. فانتي احتمال انك انتي الظروف اللي من حولك ما عشتي مع اطفال، اللي تجي يقول ما بعيش مع اطفال. في ناس كثير تطلع الطيارة ياهل هلكنا. لو انت ام واب وعندك وعشت ما بتتضايق، بتعذر. واذا بتتضايق لا ما يستوي تتضايق، انا اقول لك ما يستوي تتضايق، انتي ما يستوي تتضايقين والله ياهل يصيح طبيعي. اما اللي مول انا عارف ناس ما ابا اي يطلب السيتس، يطلب ما ابى اكون مكان فيه ياهال ابدا. عشان كذي في ناس دائما تحب الفاست، تحب البزنس، الله يعطي الجميع ويعطيهم ويرزقهم، بس مو معناته ما يحبون. لما ينحطون هذه اسمها فطره سويه، فطره نقيه، فطره تقذف في قلبك الامومه لما يحصل الموضوع. وان شاء الله الله يرزقك الخير ويعطيك العافيه، ولا تحاتين ما فيك خلل، بس انه ما في خبره وما في حولك عيال. وحتى لو في حولك عيال وبعدين عادي.